مانزوكيتش لوحده بمجهود فردي تحرك كرة من جهة اليمين نور الدين مرابط لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء يحيى الشهري لمسة بينية صافرة من حكم المباراة هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل كرة طولية من الحارس جوليانو مرابط وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة يبحث عن زميله لاعب في الأمام يفقدون الكرة بسهولة لا تعرف وين المشكلة بالضبط فريق غير حاضر